بمبادرة جديدة لتنسيقية شباب الأحزاب بإطلاقها حملة بعنوان الوعي أمان لدعم المراكز الطبية الحكومية. تنسيقية شباب الأحزاب أطلقت حملة الوعي أمان لدعم المراكز الطبية الحكومية ودعم المواطنين في العزل المنزلي بالمستلزمات الطبية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان المصرية، انطلاقا من دور التنسيقية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في تقديم كافة أنواع الدعم والمشاركة من أجل المواطن المصري، تزامنا مع الذكرى الثانية لتأسيس هذه التنسيقية. شكلت التنسيقية غرفة عمليات مركزية لمتابعة 19 غرفة عمليات فرعية بالمحافظات كمرحلة أولى. أصلا أي كلمة فيها 19 دلوقتي الواحد لازم يتوقف قدامها عشان كوفيد 19. طب احنا معانا على التليفون المهندس محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. مساء الخير يا فندم. يعني حضرتك ادينا فكرة عن هذه المبادرة الوعي أمان، ازاي ممكن تفيد أصحاب العزل المنزلي وتدعم المراكز الطبية الحكومية؟ حضرتك طبعا زي ما حضرتك قلت هي مبادرة الوعي أمان اللي أطلقتها التنسيقية دي جت تزامنا مع الذكرى الثانية لتأسيس التنسيقية. ما أنا أستاذ محمد أستاذن حضرتك تقول اللي أنا ما قلتوش. يعني طيب. يعني أنا قريت الخبر، حضرتك قول لي أنا دلوقتي في حد قاعد عازل نفسه منزليا فيستفيد ازاي من هذه المبادره؟ هل في تواصل ما؟ هل ممكن المبادره بس حضرتك هي بالتعاون مع وزاره الصحه، مش يعني المواطنين مش هيتم التواصل مباشره مع التنسيقيه. عظيم. ذكرت الوعي امان، شفت بقى انت كده بتوعيني. تمام كويس. تمام. ال 19 غرفه ده دورهم ان هم يتواصلوا مع مديريات الصحه في كل المحافظات. ايوه. تمام. ومن خلال التواصل مع المحافظات دي هيتم او تم بالفعل دلوقتي رفض المستلزمات الطبية اللي محتاجاها المديريات الصحية التابعة لوزارة الصحة. المستلزمات الصحية دي من كمامات، من هانجيل، من ترمومترات وغيره. المديريات فعلا بلغتنا بالفعل بالاحتياجات دي، واحنا دلوقتي شغالين على تجهيزها وهيتم تسليم الدفعة الأولى خلال الأسبوع الحالي ده. ومن خلال بقى المديرية بيتم توزيع المستلزمات دي من خلال شنط للناس في المنازل. وهنا بيجي دور التنسيقية التاني، احنا مش دورنا بس توفير المستلزمات الطبية دي، لا، هو احنا دورنا ان احنا عاملين شبكة من المتطوعين، شبكة كبيرة جدا من المتطوعين بتمثل جميع الاحزاب السياسية 26 حزب المشاركين في التنسيقية بالاضافة لبعض الشباب السياسيين الموجودين في المحافظات. من خلال الشبكة دي بنقدر بالتعاون مع وزارة الصحة، حضرتك عارف دلوقتي ان الوحدات الصحية هي المسؤولة عن توصيل الأدوية للسادة المواطنين. طب الناس عندها سؤال يا باشمهندس محمد، الناس بتتساءل طب وما هي كانت المراكز والوحدات الصحية ما عندهاش اتصال بالوزارة عشان توفر لها هذه المستلزمات قبل ما انتوا تطلقوا هذه المبادرة، ولا كان في مشكلة تواصل؟ للتوضيح يا فندم، هي الوحدات الصحية حضرتك شايف الأسبوعين اللي فاتوا حصل تطور في الجائحة وحصل أعداد كبيرة جدا. والأعداد دي بتتطلب كل يوم 5 كمامات وبتتطلب أدوية وبتتطلب يعني هو إسراع من وتيرة التوصيل دوت فالحلقة اللي في النص. يعني هو في شقين يا فندم. تمام. الشق الأولاني إن مهما كانت قدرة وزارة الصحة على توفير المستلزمات مع الأعداد اللي احنا بنشوفها، يمكن النهاردة احنا كسرنا 1700، حضرتك بتتكلم في ذروة المرض. فمهما كانت قدرة الدولة على توفير الاحتياجات دي صعبه جدا، فلازم تكاتف كل مؤسسات المجتمع المدني. فيعني حرصا انتوا بتجيبوا مستلزمات من ناس تانية من جهات اخرى غير وزاره الصحه يا فندم. انا ما هو ده اللي بقول لحضرتك، احنا خدنا الداتا اللي هم محتاجينها والتنسيقيه هتوفرها. ماشي. حضرتك يعني انا تصورت ان انتوا خدتوا الديتا بتاعه المديريات والوحدات وهتجيبوها هتوفروها من الوزاره، فعشان كده كان ده مش عارفين يوصلوا داخليا. لا اكيد طبعا. لا طب الاشكاليه ان في نقص تمام في المستلزمات الطبيه دي. التنسيقيه من خلال
الأحزاب السياسية المشاركة فيها في كل المحافظات بتحاول تجمع المستلزمات دي. وبقول لحضرتك هنسلم الدفعة الأولى الأسبوع ده. شكرا جزيلا المهندس محمد إسماعيل، عضو تنسيقية الأحزاب والسياسيين، ده مجهود تشكروا عليه جدا، لأنه وقفكوا جنب الدولة في أن أنتوا تمدوا الوحدات الصحية البسيطة وأصحاب العزل المنزلي بالمستلزمات الصحية اللي محتاجينها وبروتوكولات العلاج طبعا من الوزارة. ده موضوع جيد جدا جدا.